هل يقول الذكر عند طبخ الطعام وعند الاكل وهو جنب؟ عند طبخ الطعام وعند الاكل وهو جنب على جنابه يسمى الله ولو جنب، بس لا يقرا القران حتى يغتسل. اما ان يقول بسم الله او يقول لا اله الا الله وسبحان الله، لا طيب ولو جنب. النبي كان يذكر الله على كل احيان يعني الا جنابه. نعم.